وللمزيد من النقاش حول الانتهاكات التي شابت التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية الجارية في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد. أستاذة إيناس، مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. دخل العراق كما تعلمين اليوم مرحلة الصمت الانتخابي بعد يوم من التصويت الخاص في الانتخابات التشريعية الحالية، كيف رصدتم هذا التصويت والخروقات التي شابته؟ يعني في البداية وبحسب ما أفاد المراقبين والأشخاص الذين قاموا برصد كافة يعني العملية الانتخابية بشكل عام، نقول بأن يعني أهم ركن من أركان العملية الانتخابية بوصفها شكل من أشكال الديمقراطية هو التمثيل الحقيقي لهذه الانتخابات. ويعني من الملاحظ يعني قانونيا حتى في الدستور العراقي، يعني الانتخابات هي تعبر أو تعبير عن إرادة الشعب، وعزوف الكثير أو نسبة كبيرة من الشعب عن المشاركة بهذه الانتخابات يفقد فعليا الغاية أو الهدف من هذه الانتخابات، وهي التمثيل الحقيقي لهؤلاء الأشخاص في العملية السياسية. هذا بالإضافة إلى أن التمثيل الحقيقي أيضا يستلزم اشتراك كافة شرائح المجتمع والفئات الداخلة فيه، والتي أيضا من ضمنها الفئات التي حسب ما تم يعني الحديث عنه وكما ذكرتم في تقريركم، كان هناك مشاكل وكان هناك انتهاكات في تمثيلها مثل المعتقلين في السجون وبالإضافة إلى النازحين في المخيمات وغيرها. لذلك يعني عدم مشاركة هؤلاء الفئات أو وجود عراقيل أو وجود صعوبات في ممارسة حقهم الانتخابي، هذا الأمر يعني يطعن في صحة هذه الانتخابات من ناحية تمثيل هؤلاء الأشخاص في العملية السياسية بشكل عام. نعم. أضف إلى ذلك بأن مسألة يعني عدم التزام أو عدم تقييد بعض المرشحين في مسألة مثلا المال السياسي أو حتى في مسألة التواجد قرب مداخل مراكز الاقتراع، هذه الأمور كلها تؤثر على سير العملية أو حسم سير العملية الانتخابية بشكل عام. نعم. كيف كان الإقبال على التصويت؟ والحديث هنا ليس فقط عن الأجهزة الأمنية وعناصرها، بل المقصود أيضا النازحين والمعتقلين في السجون. نعم، يعني كما ذكرت لك يعني حسب المعلومات التي وردتنا، يعني كان هناك صعوبات من حيث مشاركة هؤلاء الأشخاص، يعني وأصلا يعني حقوقيا وقانونيا نقول عندما يفقد الشخص أهم حق وهو حق الحرية، عندما تحدث عن معتقلين موجودين في السجون لم يعرضوا على محاكمة عادلة لغاية هذه اللحظة، كيف يطلب منهم ممارسة حقهم يعني بالانتخاب يعني اختيار الشخص الذي يمثلهم في العملية السياسية، وهم أصلا يعني يفتقدون لأهم حقوقهم وهي الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحرية. يعني هذه أيضا مسألة يعني يوجد عليها علامة استفهام كبيرة، وكيف يعني عالجتها الحكومة العراقية من بهذه الناحية. ولكن بالإضافة إلى ذلك، إجبار أي شخص على المشاركة في العملية السياسية أو إملاء من هو الشخص الذي يجب عليه أن يقوم بانتخابه، هذه أيضا مسألة في غاية الخطورة، ولا يمكن أبدا وصف أي عملية انتخابية تمر في هذه الانتخابات أو في هذه الانتهاكات عفوا بأنها عملية انتخابية صحيحة وتمثيلية. وهنا نتساءل عن أهم أشكال الخروقات التي شابت العملية يوم أمس. يعني الخروقات تمثلت بشكل أساسي حسب المعلومات بأن كان هناك تواجد لبعض يعني المرشحين أو الدعاية الانتخابية للمرشحين أمام مراكز الاقتراع، وهذا يؤثر على الإرادة الحرة للناخبين بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد معلومات فيما إذا كانت تمكنت فرق الرصد فعليا من الدخول إلى السجون لمراقبة حسن سير العملية الانتخابية، ولكن يعني على الأرجح بأن منع دخول الرافضين الى السجون ايضا هذا الامر يعني يشكل انتهاك لسير العمليه الانتخابيه. عدا عن ذلك، عدم توفير السبل الميسره
من اجل النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح، من اجل ان يقوموا بالعمليه يعني الانتخاب بشكل سليم وسري. هذا الامر ايضا يشكل انتهاك، وهو ايضا يفسر نسبه العزوف الكبيره لعدم المشاركه في الانتخابات الاوراقيه. هناك أستاذة إيناس من يرى أن التصويت الخاص هو بمثابة بروفا لما سيجري غدا في العملية التصويتية الرئيسية بالانتخابات البرلمانية، هل تتوقعون حالة من العزوف ومزيد من الخروقات في انتخابات الغد؟ يعني على ما يبدو وهذه بوادر، يعني عندما يعني تصدر أو تعلن عن إحصائيات تشير إلى أن ثلث الشعب فقط هو المشارك، يعني هذه احصائيات ومعلومات تشير الى ان الشعب العراقي لا يؤمن بالعمليه الانتخابيه برمتها، ولا يوجد هناك يعني فعليا شعور بجديه هذه الانتخابات وبنزاهتها. فهذا مؤشر خطير حقيقه، خاصه عندما نتحدث عن مظهر ديمقراطي يعني في الدول الاخرى، يكون هذا المظهر هو بمثابه الفيصل في مساله الحكم ومستقبل الشعب. ويعني الارقام الوارده لغايه هذه اللحظه تشير بان يعني هناك فقدان للثقه بشكل عام بهذه الانتخابات، وهذا مؤشر خطير فعلا. اشكرك جزيلا الناشطه الحقوقيه ايناس زايد، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.